أشرف اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية الوزير الأعلى للدفاع الوطني عبد المجيد تبون على حفل التخرج السنوي للدفعات، وهذا في الأكاديمية العسكرية الرئيس الراحل هواري بومديا في شرشال. وقام رئيس الجمهورية بالوقوف وقفة ترحم على روح الرئيس الراحل هواري بومديا والذي تحمل أكاديمية شرشال اسمه، كما وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد لاسمه وقرأ الفاتحة على روحه. ووافق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون على تسمية دفعات التخرج باسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف. أثنى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة اليوم الثلاثاء على الرعاية الخاصة التي يوليها رئيس الجمهورية للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ولأفراده. وأكد الفريق أول شنقريحة في كلمة بالمناسبة حفل التخرج السنوي للدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال أن الجيش الوطني الشعبي لعب دورا مشهودا في مسار بناء الدولة الوطنية الحديثة، تجسد من خلال الإنجازات الكثيرة المحققة منذ الاستقلال على غرار بناء قدراته الذاتية وتأهيل موارده البشرية وتشييد منشآته الدفاعية والتكوينية ومساهمته الفاعلة في التنمية الوطنية. كما كان جيشنا العتيد عنوانا دائما لوحدة الوطن المفدى. إلى موضوع آخر، أين كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم الثلاثاء في كلمة له على هامش الندوة الوطنية لمديري التربية عن التحاق ما يقارب 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة في الدخول المدرسي القادم، من بينهم 425,625 تلميذا جديدا سيلتحقون بمقاعد الدراسة لأول مرة. هو لقاء يأتي لشرح ووضع موضع التنفيذ وتبليغ وإعلام كل كوادر القطاع بمخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم الأحد 26 جوان 2022، الذي يأتي لتجسيد توجيهات سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بخصوص التكفل الأمثل بالدراسة وبخصوص كذلك الدخول المدرسي المقبل. هناك 7 ورشات في هذا الدخول، وكذلك هناك 2000. أما الورشات فهناك الورشة الخاصة بالهياكل والتجهيزات، هناك ورشة أخرى خاصة بالتأطير، هناك ورشة خاصة بالكتاب المدرسي، هناك ورشة أخرى خاصة بوزن المحفظة. كشف رئيس فرع الإعلام والاتصال للبعثة الجزائرية للحج كمال بلعسل اليوم الثلاثاء عن موعد أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، والتي ستكون يوم 15 جويلية الجاري. وأوضح بلعسل في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن بعد إتمامهم أداء مناسك شعيرة الحج ستكون يوم الجمعة المقبل، انطلاقا من مطار جدة باتجاه مطار هواري بومديا الدولي بالجزائر العاصمة، مشيرا أيضا إلى أن التغيير الذي حدث بالنسبة لموعد أول رحلة للعودة والتي كانت مقررة يوم 16 جويلية أمر عادي ومرتبط بحركة الملاحة الجوية بين المملكة العربية السعودية والجزائر. قام مساء أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي بزيارة مفاجئة لثلاث مؤسسات فندقية عمومية ساحلية على مستوى ولاية الجزائر، وهي فندق الرياض، إقامة المارينا، وفندق المرسى بسيدي فرج، وهذا للوقوف على الخدمات السياحية المقترحة بمناسبة موسم الاصطياف. وزير السياحة وأثناء اطلاعه على مختلف الهياكل ومدى جاهزيتها لتقديم خدمة سياحية راقية شدد على ضرورة ترقية مستوى الخدمات والاستعداد الجيد للمنافسة القوية بين المتعاملين السياحيين وطنيا وإقليميا. كما أمر المسؤول الأول على قطاع السياحة في البلاد بتخفيض الأسعار واقتراح عروض سياحية تناسب كل فئات، ثم الترويج لها بقوة على مستوى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لا سيما للجالية الجزائرية بالخارج.
الشأن الرياضي، هنأ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جيانو أنفانتينو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف عقب انتخابه رئيسا للاتحاد الجزائري لكرة القدم فاف حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للفاف. هذا وتنتظر جهيد زفيزف الرئيس رقم 29 على رأس الفاف تحديات بالجملة لإعادة ترتيب بيت الفاف واستعادة هيبتها الضائعة، خاصة في ظل قصاء الخضر وتبخر حلم التأهل إلى مونديال قطر، وكذا الأزمات العميقة التي تمر بها البطولة الوطنية من الناحية الفنية والتسييرية، ناهيك عن افتقاد الكرة الجزائرية لممثلين حقيقيين على صعيد الكاف والفيفا، ما جعلها تذهب ضحية للعبة الكواليس وممارسة جماعات أشبه بالعصابة باتت تفرض منطقها في تسيير شؤون الكرة الإفريقية بالخصوص. دوليا، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك ساليفان أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط أكثر سلاما واستقرارا، فهذا سيفيد مصالح الأمن القومي الأمريكي والشعب الأمريكي لسنوات طويلة. كما أكد أيضا أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة لا يمكن لدولة أجنبية أن تهيمن فيها أو تحظى بتفوق استراتيجي على الولايات المتحدة، مشيرا كذلك إلى ضرورة إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان. ومن المرتقب أن يزور الرئيس بايدن خلال جولته الشرق أوسطية إسرائيل، الضفة الغربية والسعودية. أفادت صحيفة بريطانية بأن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا وقع خطاب استقالته، وسيعلن رئيس البرلمان ذلك للأمة غدا الأربعاء. وذكرت ديلي ميرور بأنه تم التوقيع على خطاب استقالة الرئيس وتسليمه إلى مسؤول حكومي كبير سيقوم بدوره بتسليمه إلى رئيس البرلمان. وانتشرت التكهنات بأن راجاباكسا قد غادر الجزيرة بالفعل، لكن هذه التقارير قوبلت بالرفض من قبل مصادر رفيعة مقربة من الرئيس، أكدت أن راجاباكسا لا يزال في البلاد ويتم حمايته من قبل القوات المسلحة. قدمت هولندا أمس الاثنين اعتذارها لعائلات ضحايا مجزرة سربرينيتسا البوسنية بعد مرور 27 سنة على ارتكابها عام 1995، وقالت وزيرة الدفاع الهولندية على هامش مشاركتها في ذكرى إحياء المجزرة إن سربرينيتسا تحتضن ذكريات مرعبة منذ 27 عاما وأن آلام المجزرة لن تمحى أبدا. واعترفت المسؤولة الهولندية أن عدم توفير المنظمات الدولية للأمن كما وعدت بلادها آنذاك للشعب البوسني أدى لاقتحام المدينة وتدميرها، مضيفة بأن هولندا تمثل جزءا من ذلك الفشل لتتقدم بالاعتذار لأهالي المدينة جراء ذلك. وكانت القوات الصربية قد اقتحمت مدينة سربرينيتشا البوسنية في 11 من جويليا عام 1995 رغم إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة بعد تسليمها لهم من طرف القوات الهولندية، حيث تم خلال أيام ارتكاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8000 بوسني. نختم جولتنا الإخبارية بهذا الخبر الاقتصادي، فلأول مرة منذ 20 عاما هبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد اليوم الثلاثاء وسط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن. وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار عند الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش في تعاملات اليوم، وهو أقل مستوى منذ عام 2002. ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.